هو الحماق أتقزدقتاق 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 هذا هو الحماق أتقزدقتاق خالتي قرشالة أخا زوجها قرشال أخا محل دحكاكة وأخا وبيعها خزو وأخا هذا هو الحماق أتقزدقتاق هذا هو الحماق أتقزدقتاق عطيها فوق شوية أنا في مراكش فوق شوية ما نكذبش عليكم كون ما بغيتش نصور فيديو اولا ملي ما كنصورش الفيديوهات كنكون مح وحتى ولادي دابا حين تحشمانين من المتابعين والجمهور لابسين تريكويات ونزيدوا واحده اخرى ثاني هاد الصباح تيكون شويه الحال شويه الحمد لله وتيبقى غادي وكيطلع غادي وكيطلع الحمد لله والشكر لله على كل حال زعما حنا المراكشيين صبارين للصاد صراحه الله المهم حنا تنضحكوا شويه معكم المشاهدين شحال هذا غبرنا عليكم صباح النور صباح الخير على المتابعين كاملين عيالات رجال ديري لاباس الحمد لله بديتي كتحشم يا بديتي كتبرع بديتي كتبرع والله شغلتك باقي مريض انا كتبان لي باقي مريض ماشي طبيعتك ماشي انت ماشي طبيعتي اشنو واش واو شي فيديو نفس اليوم ولا ضد اليوم جرا عاوتاني درنا الترويج جوج مرات ياك بارك كيفاش بارك درتي نهار الجمعه والسبت لا اليوم راه عندك الترويج السلام عليكم مشاهدين كدايرين لاباس عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في هذه الحراره ما شاء الله تبارك الله واخا تبارك الله وما شاء الله تتقال على شي حاجه اللي تبغيها ما زالت تزاد احنا بين الحراره تحيت يا ربي تلطف بينا يا ربي من عندك يا مولانا يا كريم هذا العام زعما هذه الحراره فيه فوق شويه هما من مراكش تحيه كبيره لكم وكاع الناس اللي ما عندهمش البحر وصبر الحراره تحيه كبيره لكم زعما الحمد لله والشكر لنا على الصبر اللي عطينا الله اللي عطينا الله مولفين الحراره وقال لي جات الحمد لله مولفين اللهم لك الحمد المهم ندخلوا اليوم في الموضوع شحال هذا ثاني ما حطيت يا البنات شحال هذا وحق الله ماشي العكاز ولا شي حاجه ولكن نتوما عارفين عندي دابا مسؤوليه الوالد مريض وبزاف تاع الحوايج يعني بنادم غير كيتلاها ما كيساليش وهذا الشيء تيبغي الوقت هذا الشيء ديال الفيديوهات كيبغي الوقت المهم قبل ما نبدا معكم الفيديو بغيت نطلبكم واحد الطلبه كاملين واي واحد داز مرور واخا مرور الكرام على هذا الفيديو نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يحنن قلبه عليا ويبارطاجي مع اصحابه مع خوته مع احبابه مع كاع الناس اللي كيعرف الله يحفظ لكم وليداتكم ولا يختكم دابا انا جالسه كنهضروا العرق ها عاونونا الله يستر عليكم عاونونا باللايكات وعاونونا بالبارطاج انا ديما كنت نقول لكم زعما بغيت نعاون راسي كما قلت لكم هذه القناه اصلا حلها باش نعاون بها راسي ونعاون بها الزمان نعاون بها وليداتي ولكن دابا الحال اختلف عاوتاني ملي طاح ولدي ومرض وليت تنقول ما بغيت والو بغيتي ولدي ارجع بغيتي ولدي يتعتق ليا ملي تعتق ليا ولدي ولا تيبان ليا بزاف تاع الحوايج الا ما داويتوش غيبقى ليا معاق كما قلت لكم راه ليتين خصهم بزاف ديال الخدمه بزاف ديال الترويض بزاف ديال المصاريف باقي تابعوا الدواء باقي تابعوا بزاف تاع الحوايج هذاك الشيء علاش ثاني خصني نعاود نخدم على الله وعسى ديما تبقى عندي الامل وماشي غير عندي عند اي واحد راه الله سبحانه وتعالى ما جاتو في والو واحد النهار حنا راه دايرين اللي علينا
والكمال لله سبحانه وتعالى. كيدبز ورايا غنضليهم غنضليهم. المهم البنات هذا هو طلب اللي بغيت نطلب معكم منكم هذا الصباح ان شاء الله. قبل ما نبدا معكم الفيديو نتمنى انكم تعاونوني بالبارطاج مع احبابكم ومع اصحابكم ومع عائلاتكم كاع الناس اللي كتعرفوهم باللايكات حتى هما. تحاولوا انكم تطلعوا لي اللايكات بارطاجي. والناس اللي بغات تدخل عندي القناه حتى هي عندها قناه مرحبا بها. حيت واخا الناس دابا كتبقى كتدخل عندك واحد شويه صافي كتشوف الجديد كتعاود تنسى كنتي غادي هكاك فهمتي. يعني انا عندي ناس ولكن ما بقاش كيدخلوا عندي حتى انا كما قلت لكم داك النهار راه بحال شي دار وجيران شي كيدخل عند شي الا شي جار قطع ما بقاش بيدخل عندك. واش بتبقى انت كتفرض راسك عليه؟ راه ما يمكنش. وهذا الشيء اللي كاين. المهم مرحبا بكم وكاع اللي دخل مرحبا بيه. نتعاونوا ماشي مشكل. واللي بغى يشوف فيا فوج الله يكون احسن. حيت راه لا اله الا الله راه انتم تشوفوا المسؤوليه تاع اربعه النفوس المسؤوليه تاع المريض كي دايره. لا اله الا الله انا اللي عليا خصني نخدم على وليداتي وندير جهدي والله سبحانه وتعالى هو اللي عنده التصريف. يعني الا بغى هاد القناه تطلع راه غتطلع ما بغاش طلع ما عندنا ما نديرو اللي علينا حنا درناه. هادشي اللي كاين. المشكل هو الا بنادم ما دارش اللي عليه تما فين كيبقى فيك الحال. اما الا كنتي كديري اللي عليك شوف الله راه الرزق في هذاك الشيء راه ارزق. وهذا هو المهم اللي عليا انا خصني نقول خصني نفكركم اللايكات وتشجيع وبارطاج والى ما غير ذلك. حتى الهضره راه كتهرب يا الخوت. لا اله الا الله. المهم اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الحليوه زوينه وغنبارطاجيها مع احبابي. والله الا كتعجب الدراري الصغار كيحماقوا عليها. واصلا نوضوني اليوم الحد ما فيهش ما ينوض الله مع اصلا ما غنمشيش للخدمه مع الصباح ما غنمشي حتى العشيه. انتو معاه الحريره تشيش شتوها ضروري انا مندير الدراري الحريره. هادي اول حاجه. قصر الله هانتوما البنات غادي نبدا ان شاء الله نوجد الحلوه ديال هادي اللي غادي ندير. غنوجد المقادير. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنشارك معكم انا قلت لكم غنستف المقادير لاباس عليك ابني. المهم اول حاجه غادي ناخذ هاد الشوكولات نص باكيه. الولاد راه واقفين دايرين بيا. غادي ناخذ نص باكيه غادي نديرها هاد المقله هادي. وراه راه دا الماء كيطيب واخا الدراري واخا هي هادي نص باكيه هي هادي هكاك. دابا غادي ناخذ هاد المورسو هذا نفرقو على الدراري. الدراري حتى ما نجيش حتى ما نجيش. عندي هنايا هاكا جوج هاكا جوج شوف على خاطرك. يلا سير يلا نص باكيه الشوكولات غناخذها غادي نديرها فوق الماء كيطبخ. هانتوما انا غنشارك معاكم. هانتوما غناخد هاد المقيلة وغادي نديرها هنايا وغنخليه حتى يدوب. غنبقى نحرك ونخليه حتى يدوب ونرجع معاكم. لا خاشيها في وسط هذاك هانتوما هاكا ونخلصها.
دابا غادي نطحن البنات واحد شويه ديال كاكاو. ها نتوما شفتوا جات زليفه شويه ديال الكوك بغيت نحمرو ونرجع معاكم. ها نتوما شوفوا البنات هاد الحليوه هادي راه داكشي اللي عندكم في الدار كتقديو به. يعني انا دابا عندي كاوكاو اللي عندها اللوز مثلا عندها القرقاع ممكن تطحنو، يعني اي حاجه كانت عندك ممكن تستغليها فهمتي. وبالنسبه لهاد الكوك راه ملي كيتحمر كيجيبها بنينه الصراحه. صافي البنات هي شويه باش ما يتحرقش، هانتوما كيولي هي ذهبي صافي ونطفي عليه. هانتوما نطفي عليه. وبالنسبه للشوكولا هانتوما ها هي راه دابت، والامانه راه زدت فيها شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت نباتيه. هانتوما دابا غنشدو الخليط، غنشدو واحد تقريبا نصف الكميه اللي عندنا هنايا. هانتوما غنخلطها مع هاد الشوكولا بحال هكا، وغنشد هاد الكوك المحمر حتى هو. حطيت هادشي في سميتو باش نتحكم. غادي نخلط مزيان مع بعضياتو هادشي، وغادي نعمر به السيليكون ديالي. غادي ندوز لمرحله اخرى وحده راه عمرتها شوكولات كحل فيه دوك المكونات، تبعوا معايا. وهادي غادي ندير فيها غير شويه ديال الابيض وندخلهم للثلاجه يبردوا مزيان، عاد نعاود ندير فيهم الخليط الثاني داك اللي درت مع الشوكولا كحل. ما غاديش نحتاج نعمر بزاف، ندير غير شويه. هذا انا غادي هي نزوقها البنات بحال هكا. نخليه حتى تي نزوق فهمتي. دابا باش يجيني هذاك بيجيني شويه ايه؟ صافي دابا البنات غادي هادي بالنسبه لهاد الشوكولاط البيض ها هو برد اولا زعما جمد. صافي غادي نضيفو عليه هاد الخليط الاسود. كم الشوكولاط البيض درت فيه كاوكاو مطحون اولا مهرمش، وغادي ندير فيه هاد شويه الشوكولاط من الاول. البنات غادي نحيد معكم هانتوما هانتوما تيجي شكيل تيجي زوين. هذا بقى هانتوما البنات نتمنى يكون باين ليكم. دابا خصني نحيد هادو
باش نعاود نعمرهم. نفس المشكل كما قلت لكم، راه ما عنديش هذا يعني السيليكون، عندي فيهم ثلاثه. انتما البنات جاني هذا البلاطو كبير بزاف، ان شاء الله هنا لقدام نبدا نصاوب نشري هذاك الشيء اللي خاص بالحلويات ان شاء الله. الوالده كتصاوب لي واحد البلاطو صغير. هانتوما نقرب ليك، هانتوما البنات راه زوقتهم به بالشوكولاط. هذا الشوكولاط فيغميسيل بالالوان، وهذا شوكولاط بيض عمرت به هادو، وعاود تعمرت هادو حتى هما بالشوكولاط فيغميسيل. يعني ايه نوعت هادو خليتهم عاديين، حيت اصلا التخليطه درت فيها هادوك داك الشوكولاط فيغميسيل. ها نتوما باش يبان لكم واضح، شفتوها مشكله من الداخل، فهمتوها نوع. الوالده الله يعطيها الصحه. علاش صحه عندها؟ لا واخا ما يقدش، المهم هذا صغير جا زويون. يوه علاش صحه عندها؟ شوفوا البنات كما قلت لكم مقادير بسيطه وسهله، ونصوبوا بلاطو بريستيج. ياك الوليد، ياك الوليد وفيك ما تهضر، جاك الصاد تمليك. لا امي لا، بركه 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 الوالده، بركه الوالده، بركه بنتي تخربقي لنا داك. ربنا ناكلو احنا الغنم يكون عندنا الفرحه نخاوه ان شاء الله ان شاء الله. احنا يلا بالصحه والراحه البنات، وما تنساوناش من اللايكات والبارطاج، الله يخلف عليكم والى فيديو جديد.